لك يا صهري، أنا بعتذر منك. بالعادة هو كتير عنيد. ممتاز، عم يعتذر مني وناطرني سامحه. بالحقيقة أنا مضغوط بهاي الفترة، وبعدين صار معنا كذا مشكلة وبتعرف الوضع، بسبب كل هاد يبدو ما عم بقدر سيطر على حالي طول الوقت. أنا عن جد آسف على كل شيء قلته، وانت لازم تركز بالشغل، حسابات التجار لازم تتحصل، إذا هالشي بيستمر محلاتنا رح تسكر على الآخر. الأخ مفكر حاله صاحب كل المحلات، هلا فرجيك، فرجيك مكانتك. ليك يا كريش، أنا أجيت لهون كرمال عمي، هو قال لي على التليفون ما رح ياكل لحتى نجي أنا وأختك، وما بظن في داعي لحكيك معي هلأ. خلاص لا تعتذر مني، الحكي اللي أنت قلته ما رح أنساه، لهيك لا تحرج حالك وتحرجني. إذا شايف أني حمل تقيل على المحلات وعليكم بالشغل، فبتمنى ما تخجل مني وتحكي مشان أترك الشغل، لأني خلاص ما رح أقدر أتحمل أي إهانة جديدة. شو صاير لعائلتي بهاي الفترة الصعبة، بس حاسس انه مشاكلها كترت. تفضلوا، هاي اجت اشطر معلمة حلويات ومع اكلة كتير طيبة. طيب يلا تعشى. لا مو عبالي، ماني كتير جوعان. بس انت ما اكلت شي، صب لك شوية رز. ما بدي. ليش هيك؟ عم يشبنا، عم تقول خالتي انك لسه ما اكلت شي. ما بصير هيك، ما بصير تضل بلا اكل، والا رح تنضر صحتك كتير. اذا ما رح تاكل شي من طبخي وقتا انا عن جد رح ازعل. بيجي من قلبك تضايقني هيك؟